نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام مولانا الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وللمراجع العظام وللأمة الإسلامية جمعاء بمناسبة مولد الإمام الحادي عشر من أهل بيت العصمة الحسن بن علي العسكري عليه السلام. قال سبحانه في محكم كتابه وجليل خطابه في الآية الثانية من سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نبدأ محفلنا بتلاوة من كتاب الله العزيز الحكيم والقارئ حسين كريم رضي، فاستقبلوه بالصلوات على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي
بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العلي العظيم. أحسنت، وجعلك الله من حفظة كتابه العزيز الحكيم.